أهلا بك على متن المركبة الفضائية صاموال 2024 تبلغ درجة الحرارة الداخلية 25 درجة نتمنى أن تستمتع معنا بهذه الرحلة ما تقولي ليش أم والد جبتيني في الميسيون تاعك مرحبا بك يا ياسمين عماري <applause> ربي يحفظك سوا شتي جبتك ماني فيك تقولي لي بكم كنتي هاملة نقول لك صح وين كنت ندير في الشوبينج بعدا كنت نسيي في هاد لا باقي جبتك من الحانوت جبتني اه ونسيت ساكي ما تخافيش علي عن واحد امانه راني وصيتو عليك تفضلي شوفي من بداية بك لبسينا الطابليه اليوم راكي عندي في فضاء ام وليد اممم مانيفيك وراهي طابليه وراهي اه لا ايوا نلبسوها اليوم ان شاء الله جبتك باش نقصرو شويه طيبي لي تحكي لي شويه على روحك واش رايك؟ اه بوكوا با فرحانه اليوم غادي نشوفك غادي نغير كاع فاميلتي نقول لهم صاي شفتها ربي يحفظك ونغير ثاني الجمهور اللي حاب يشوفك دوكا واش نديروا نغسلوا يدينا اول بوي. حاجه بيان سيغ حاجه الاولى هذه <تسخنة> ايه حالا اسباس عجبك منتاقه والله مانيفيك ما شاء الله يلا دوكا ديرنا شوية أمبيسونس نديرو شوية ريحة شابة ونبداو نطيبو يلا سي بون سي بون راح تكمليو عجبتني عجبتني الريحة تفضلي دوك اليوم واش راح نديرو راح نديرو دي تاع الروز بالدجاج بلا صوص بلونش الناس كامل تحب الطياب اللي يكون خفيف وسهل وما يشدناش اليد في الكوزينه واش رايك كامل نحبو من هكا اليوم على وراني داياتك وين؟ رانا رايحين بما انه انت شابه وتحبي الجمال جميله وتحب الجمال رايحين نروحوا باذن الله لزحل لكوكب زحل هذا آه هذاك هو اجمل كوكب كيفاش عرفتي ساتور شويه ثقافه نحبو نحبو هو جاي دوغي والحاجه اللي تردو شابه بزاف هي هذوك لي زانو لي كي عندك ثقافه زحاليه <applause> انا قال حاجه شابه نحبها اه ما شاء الله الوغ <applause> الوصفه تاع اليوم واش فيها فيها <applause> <النار الروس دايب تصفيق> عندنا الروز طايب وي عندنا الدجاج مطحون عندنا الحميصه <تصفيق> البيض <applause> لي زيبيس طبيعه الحال الفارينه ونحتاج بصل والثوم راهم تما هذيك هذيك <applause> نعم. العلبه فتحيها تصيبي تما البصل مسكرفتش وتصيبي الثوم نعم دوك نبداو اول حاجه نديروها نديرو الطنجره تسخن باش نوجدو لاصوص بلونش ميشن ستارتد آه الو انتم تقولوا طنجره نجره ايه كي تقوليلها لها طنجره طنجره صافي وانت كيفاش تسميها هذه مرميطه مرميطه ها آه يا صح يلا زيدي له شويه في الاول باش يسخن لك بالخف الو شوفي ندير؟ يسخن نديروا شويه نتاع الزيت ها آه؟ وحوالي مغرفه كبيره تاع لا مارغارين يكفي يكفي اوكي انت من الناس يحبوا الماكله ميدمه ولا آه انا نبغي 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 الميدم شوفي نبغي الشحام نبغي الايدام نبغي بصح بون ماكلتي ماشي ميدمه الغنمي صافي بزاف الغنمي باينه نحب بزاف الغنمي اه, آه باينه فوالا اون فغي الجيريان صافي بصح يقول لك اللي يبدا يكبر في اللاج هو اللي يحب التغماس انت مازالتي صغيره انا ولا من بكري نحب ناكل كغا نبغي صوالح كاع اللي ماشي هالتي نحبهم هكا <تصام> سافا؟ يكفي صافي في رمضان تاكلي دوزيام يعني بلاش شطاطا تاكلي ناكل ولا ما نقولكش لا ما نكذبش هي سي فري نسمي نخفها بصح ندير بزاف سبور باسكو نحب ناكل تما من من جو مو بخيف با نحب الماكل دونك نخلو هاديك الزبدة دوب دو سخون ونديرو نديرو البصل المسكرفج اوكي حبيت نسقسيك ياسمين نعم دوك مثلا حنديك سبع ايام مثلا اه في هذه الرحله ونقول لك خيري اربع اشخاص من الساحه الفنيه تديهم معك واش تخيري؟ من الساحه الفنيه كي لي مشكل <applause> اه دبري راسك آه شوفي انا عندي بزاف حبابي في الساحه الفنيه لو كان نجبد واحد وواحد اخر يقول لك على ما جبدتينيش معليش خيري اربع اربعين اربعين زيرو معاها <applause> بعين ما تكوني كملتي الرحله تاعك وهبطنا نحب بزاف الناس اللي خدموا معايا جو مثلا والله ما ندي معايا سويلح ايه؟ ربي يشافيه ان شاء الله معايا بزاف ربي يشافيه شكون ثاني نوري الله يرحمه كان كان حي نديه معايا ندي معايا يا بدري محمد اخي العزيز خويا ايه؟ خويا انتيم <applause> شكون ندي معايا كاين بزاف صاحبتي ايمان نوال رضا سيتي ساز. لا لا ربعه برك حبيتي طيحينا من السما ولا ربعه ربعه <applause> كاين بزاف بزاف <applause> <applause> سينون لو سيغ شارج وعلى بالك صار لنا مشكل يلا هني يعني قلت لك اكثر من ربعه اه لا تخي بيان دوك واش نديرو راح نديرو شويه تاع فلفل الكحل وين هاو ثم ثما اه لا اه؟ نخليها ديما تنحرقش هاك نو ما يصير لها والو اوكي حبيتي تنحيها نحيها شوفي انت كيفاش المرفه طيبي آه يا شويه فلفل الكحل وراح يجينا دوك راح يجيك رجل الفضاء راح يجيب لك المكون اللي راح يبدل لنا الماكله تاعنا اه واي آه زيدي قطعي شويه فص تاع الثوم رقيق باش نزيدو في لاصوص اون آه، لامال لاميل قطعيها كيما حبيتي واو جامبو جامبو <applause> <applause> وكل مكعبة راح مكعب مرق دجاج مرحبا بك <applause> لا هذا خصني نتصور معاك على بالك ما نقدرش يهضر راكي تعرفي ديري المكعب ما شان نصور معاك وروح ديرو سيلفي ودي يا راحتك يا اختي معليش مو تاع السيلفي اه صحت اي نزيدو جامبو زيدينا مكعب تاع الجامبو نعم بما انه درنا مكعب مرق الدجاج مش راح نديرو الملح نعرفوا انه المكعب فيه في الملح سي لكن لو طيبتي كونتيتي كبيره تقدري الملح حنا اليوم راح نديرو غير شويه الوغ آه دوكا واش ديري دوكا مرقينا هاديك هذيك ال نعم الطنجره تاعنا نمرقيها سخن ولا لا راه سخون اوكي ديري قيس كاس ما تكثريش بزاف الماء ديري غير شويه معنا عندنا لا دجاج لا لحم فيها هكا سافا وديري الحميصه هذيك الطايبه نزيدوا عليها الحميصه ونخلوها تغلي نطيبها في داري نغطوها ونخلوها تغلي كاع أه. نديرها؟ دير كيما حبيتي اي نديرو شويه انت تي حره انت راكي قائدة انا نبغي طيب كيما في الكوزينه نبغي لا كونتي على بالك بلي ما نعرفش نطيب بوغ اون دو اون ولا دو بيرسون المهم واش غير مك رمضان ما يغلبكش رمضان ماكش من النوع انا يغلبني رمضان اه علاش والله آه قهوجيه واقيلا انت قهوه يا القهوه تاع الصباح نحبها دوكا في نجل القهوه كيفاش راه يبان لك <applause> دونك يقدروا تشربي قهوه وبصحتك صحه فطورك ان شاء الله انت علاش ديري لي كي من هكا علاش دونك واش نديرو دونك خلي هذاك يطيب ديري مقلاة سخن على نار قليله ديروا فيها كميه تاع الزيت وكميه تاع الزبده ونديروا الزبده في رايك علاش نزيدوا الزبده دائما مع الزيت كي نحمروا كش حاجه قولي لي انت علاش على باش الدهن ما يحرقش لازم تزيد الزيت نو نو باش يعطينا هذيك لا دوغيغ شابه ميم لو ايه بيان سور تقريبا ما يحبش يدير الزبده يقدر يستغنى عليها لا كاين بزاف اللي يدير غير الزبده تحرق الماكله الزبده اكيد تما نزيد الزيت معها باش ما تحرقش فوالا دوك نجوزو نجهزو لي كروكيت تاع الرز نحكمو ريسيبيون قدامك هذا هذاك الفارغ ديريه قدامك ديري كميه تاع الدجاج اللي تما هذه هذاك هنا ايه وي. كامل ديري ديري اوكي وديري كميه تاع الرز قيس الكميه تاع الدجاج هذاك الرز راه طايب في الماء والملح طايب مليح ومصفي دوك مثلا زعما اليوم درتي الرز غدوه من داك بقالك تقدري ديري في غوسيت وحده اخرى هادي حاجه مليحه ضيعة ايه ماشي مليحه هكذا باش نقتصدو شويه شحال طيبين من طياب في النهار انا اه طيبي بزاف طيابات تخبي في فريجي دار و... <applause> شكون اللي قال لك قاعد الصوالح <applause> اه بعد بعد بيناتنا بيناتنا لا يا شوفي انا الخدمتي ما تسمحليش كل يوم ندخل الكوزينه تكوني حاضره وانا نحب ناكل مليح ونحب ماكله تاع الدار ما نبغيش ناكل بزاف برا ماشي إيه صح ما كانش كيما الماكله تاع الدار اه وي دونك آه، سي فري انا من ندخل الكوزينه ما نطيبش ان بلا نطيب ثلاثه اربعه بلا هكا نوجد وكل يوم نجبد ان بلا ونسخن طيبي كاين صوالح لازم لو ميم لازم يكونوا جداد وكاين كيما لي بوغيك نطيب نديرهم في كونجيلاتور الحريره نطيب كونتيتي كبيره نديرها في قوابس نديرهم في كونجيلاتور كيما ندخل هكا كيما البارح درت الجلبان جلبانه انتو تقولوا دونك هذاك الدجاج نزيدوا زوج مغارف كبار نتاع لا شابلوغ داكوغ نديرو كامل المقادير ومن بعد نخلطو ديري زوج مغارف كبار صبري اه ما مع حبيبه تاع البيض ونديرو لهم ملح فلفل كحل الو دونك الملح ديري غير قيس الدجاج لانه الروز طايب بالملح انا نبغي الماكله مالحه شويه ايوا والحرور قلتي لي والفلفل والحرور زيدي دونك خلطي كلش بيدك باش تشكليهم فارينا واش حكايه القصبر تاع الجزائر اللي ما يعجبكش تاع العاصمه يعني <applause> انا جاب لي ربي قصبر كاع قصبر لا 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 لازم ام وليد تدوقي القصبر تاع وهرن صح اه وي شوفي انا نشري قبضه قصبر نحطها في اللوطو كامل الريحه تبقى في اللوطو بالك يومين هنا تشري قصبر ما في حتى ريحه ما فهمتش علاه ما جاتش في بالي شوفي اختي تروح الوهرن لازم نشري القصبر كاين بزاف ناس ما يفرقوش بين القصبر والمعدنوس اسكو ياسمين منهم ولا لا 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 باينه القصبر فيه ريحه الحريره لا لا في المعدنوس. الشكل في الشكل نو انا بو انا نطيب على بها نعرف هذوك اللي ما يفرقوش ليه بالك ليه ماشي لي هو القصبر يجي الورقه تاعو كش رهيفه رقيقه اها والمعدنوس يجي خشين شويه وي دوكا واش نديرو هذوك الصبيعات شكليهم هذاك الروز اللي خلطتيه مليح نشكلو صبيعات نرمضوهم في الفارينة ونحمروهم في الزيت اوكي اي دوك التشكيل كيما حبيتي حبيتي صبيعات حبيتي خبيزات كيما حبيتي خبيزات كيما المعقوده هكا صافا هكا تري طيب بيان اه رمضي في الفرينه اه الا شكلي مو. شوفي قد ما يجونا صعاب المطبات تاع الرحالات لكن مطبات رحله الحياه اصعب عند كل واحد فينا، صح؟ نعم. يعني على بالي بلي قصه الطلاق كانت اكثر مطب عشتيه في حياتك. نعم. احكي لي على على النيجاتيف، شوفي رانا في بلاصه شابه. نو مادابي انا منك انتيا باش الناس يفهموا ويدوا العبره خاصه النساء. ايه لا لا لا. سي فري سي فري، شوف مكانش مكانش اللي اللي طلقت. وتقول لك فوتها نورمال تكذب عليك اباغ الا ما عندهاش دراري ولازم نفهمو ثاني حاجه على الا طالقدر وحده صغيره وحده صغيره وحده كبيره معليش روحي حنا كلوا معليش <applause> روحي برك ضرك نشوف من المقله سخنت اها و نبداو خبيزات ياك اه ايوا نسيه ايوا ديروهم يتحمروا مليح وبقاي قلبي فيهم حتى يطيبوا ويتحمروا من كامل الجوانب ياسمين وش هو الطبق الجزائري التقليدي اللي تشوفي انه يستحق باش نقابلو به خارج الوطن انا نحب التريد بزاف التريد هو الرقاق مش عارفه لا ديروه الناس الغرب معروفين به بزاف آه. بون الكوسكوس هذا باين عندنا بزاف انا ماذا الحريره ثاني يعرفوها السوب تاعنا تاع الغرب احكي لي على قصه الكاريكو اللي خرجتي على جالو من الدار بالك انا في العاصمه ما يعرفوش شنو كاريكو <تصفيقين> انت أه يا راكي عندك واحد الكونتاكت <تصفيقين> شوفي الكاريكو باش يفهمنا المشاهد هي الرولما كريكو انا معاه بزاف انتما طيب بالك في وهران نقولها الكاريكو كاريكو وي ايوا وي شوفي حنايا انا في دارنا ما كانوش يخلوني نخرج أوه. يعني نلعب في الزنقه هكا مع الصغار وكاع كانت عندنا تربيه ستريكت ما كانت مربيتنا ما يخرجش يعني... لعبي مع الذكورة ولا ما يخرجش تلعبي كامل برا مع البنات لا و... بنات وولاد آه تبغي تلعبي تلعبي في الدار تلعبي بوبية تلعبي منش عارف آه أنايا بس أنا كنت نرقب من البالكون نرقب على الصغار كانوا يغيروني يلعبوا غميضة يلعبوا حاوية أكيد آه. الطفولة تحبي تخرجي تحبي آه وأنا ما كانش عندي دروا نخرج نلعب مع أصحاب الحومة آه الله غالب ما ميغ ما كاش تخلينا تخاف علينا الواطا تخاف علينا يخونونا تخاف علينا يعني كان عندها الصح انا ثاني <applause> صح اكيد درت كيفها ما خليش يلعب برا <تصفيق> <تصفيق> خاف عليه اي <applause> خطره ماما كانت في الدار خلتني كنت مع اختي ومش عارف مع من كنت ثاني نغفلتهم وخرجت. صافي رجب... درتي رايك. اه نركب من الفوق وحنا كنا في الحومه انا وين نسكن في ميرامار كانت عندنا واحد الطليعه هاكا وكانوا الصغار يجيبوا كاريكو يركبوا فوقها ويهودوا كيما هاكا ويضحكوا كاع انا قلت لعمي كا غير راني معاهم ندير سوبالان باش. ديري ايه دي. صافي كنتي طويشيه ياسمين. والله نقول لك حاجة كنت عيشية يعني نكذب عليك. باينة تير... أنا ميمتي كتبغي ربيني زعما. شوفي كي ديتي وهبطي وهبطتي في الحدوره تجري ماشي سهله <applause> ساعة سمعي أول مرة نخرج أول مرة نخرج زعماك مع الدراري و... وهذاك النهار كليت صوتا. كليت شتي آه. واش صار لك دخلتي للدار؟ تلت... كتلتني بالضرب شوفي أنا وكيفاش كيفاش تفاقت بيا؟ كومباغ هازاغ لو مومون لي أنا كذبت الكاريكو وهوت. لقاها لقاها هكا لتحت تستنى فيا دارت لي رواحي 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 <applause> شتي <applause> سبحان <علله> الله <applause> على بالك شوفي الام الام <applause> تحس بولادها كيكذبوا ولا جربتيها؟ سي <applause> فري <applause> سي <applause> فري والله الام تحس دوك كملنا. وي واش نديرو دوك نخرجوا فاصل نقينا شويه لو بلون دو ترافاي تاعك كملي قلينا الخبيزات اللي عندك ونكملوا الوصفه تاع النهار اليوم اوكي <applause> <applause> بعد ما قليتي ايه الله يبارك تحبتي لي الكوزينه راهي نقيه ما شاء الله في الإشعار نقيت اه يعطيك الصحه هكا ما تقولوش باللي جيتي خربشتي لي الكوزينه ورحتي <مشال مشال> دونك واش نديرو نحطو هذوك الخبيزات في لاصوص يتشربوا شويه اه ندخلهم هنا اه دخليهم باش يتشربوا شويه اوكي واليوم جبت لك حاجه اللي تفكرك بحاجه اخرى اللي راح تحكي لي عليها انتيا أوكي وشنو هي؟ تقدري تروحي تجيبيها؟ معليش نعيك شويه؟ إيه إيه تاني أنغريديون بالك باش نزيده في لاصوص؟ آه دوك تعرفي مفاجأة ندير شويه سيسبانس للجمهور فالو وشنو هذا؟ شكون جاب هذي الخاتم تاعي؟ شفتي؟ <applause> واش تحكي لنا عليها؟ <applause> اواه لازم نعرف شكون راه معاك كومبليس <applause> دابور <مم>. كواليس <applause> كواليس شكون راه معاك كومبليس <applause> هذا <applause> الخاتم تاعي مامون دارتها لي الله يبارك واش تقولي لها اليوم؟ سورة تفرج عليك اليوم آه <applause> باينة تتفرج عليا نقولها بلي نحبها وهي اللي علمتني طيب دونك اه... جو لا فيليسيت على خاطر رباتنا بالطباعة علمتنا يعني كان بزاف اللي يحسبوا مغنيه ولا ممثله ما تخش الكوزينه ما كانش إحنا عطاتنا كوميم آه تربيه نتاكلوا على روحنا نطيبوا خاطر تبان المراه لازم تطيب لازم سي اوبليغاتوار دوكا واش ديري لي؟ دوكا حدرسي لي طبسي وفي نفس الوقت غني لي غنيه يعني اللي تحسي انه الجمهور يحبك فيها اوف مانيش عارفة والله ماني عارفة ولا أي أغنية تحبيها؟ واش نغني؟ كاين يحبوا دونسي لو غاي دوكا أنت خيري خدي راحتك غليني أي أغنية تحبيها وفي نفس الوقت دريسي لي لو بلاتانو نجيب مغرف هذا أب ها هي تخي عرفتي كلشي كوزينتك كبيرة تبارك الله وي لازم ألوغ <applause> واش رايك في الوصفة تاع اليوم؟ والله لا ريحتها راهي تشهي الله يبارك يعطيك الصحة ما شاء الله ربي يعيشك ربي يعيشك يعني لافوا تاعك تغني تهضري ما علاقاش ياك شتي؟ اه تحسيك شغل انسان واحد اخر يعني ما شاء الله تسمى هذه لاصوص بيضة بيضاء هذا سينبلا ان اه وي الله هنا تحبي ديري صوص غوج ديري صوص غوج اه كيما نحبو تحبي تقدميهم ناشفين اه وصلة اه والبيضة يعني تجي خفيفة اون جينيرال في رمضان ونمرقها هكا من الفوق امم ما تحبي تقدميهم ناشفينة دي كروكيت ثاني جو شابين مع يعني. دي صوص مايونيز ولا كاتشب ما آه. آه ولا كيما حبيتي إيه هي شو ولا الصفاري واجده ما تشبحيها بشويه نتاع المعدنوس مقطع رقيق هكذا باش نكاسوا لا كولور شويه تبغي نحطهم هكا ولا نقطعهم اي ما حبيتي شو ندير هكا وحده هكا حريه ندير وحده في دارك وراكي طيبي نقطعهم شويه على بالك رانا سيغ شارج لازم تنحي واحد من ربعه اللي خيرتيهم الاولين كيف الفنانين اللي خيرتيهم في الاول آه, آه, اه كي دخلتي اه كي المشاكل انت يا يعني. واحد واحد برك معليش غير واحد ما نقدرش نحي شوفي خيري لي يتفهم خيري اسمه. لي يتفهم معليش شوفي فات فيها قلت قلت اسمه ساي سي فيني عندك صح اي صح انا هاكا لو كان هو يديرها لي نزعف نقول آه رحيتني انا <applause> على بالك انا وحده من الناس ما نقدرش نقول ما طيابك ماشي بنين علاش من المستحيل ما نقدرش ما من المستحيل الا قلتي لها ماشي بنينه ولا ماشي ما تجيش قاعد طيب صح آه شفتي شفتي أيوي. بس بصح لا لازم تقولي لها الصح باش هكا تتعلم الطيب <applause> خاصه في رمضان جو تحيه كاع النساء اللي يتعبوا شوفي والله العادم دروك راه كاين انترنت كاين تبارك الله انتيا كاين بزاف لي شاف راهم يبينوا في في لا تيليفزيون تما ماكاش وحده تقول لك ما نقدرش نعرف نطيب زعما بكري هذيك انا تبان لي كاين كاع الوسائل انا دائما هذه هي البرانسيب تاعي ما كاينش مام طيب مم. تحب الفكره فقط واش طيب عطيها الفكره فقط هذا ما كان. أيوة ايوا ايا ساي سي بو ايوا دوك هذاك لو بلا اه يبان اه يبان دوك يجي لعندي نشوف مليح <applause> وي؟ دوك لو بلا راح يجي لعندي ما تخلعيش برك ونشوفوا امامي يلا هالي ميشن <applause> كومبليتد <applause> كيفاش درتو <applause> دوك لو بلا راهو عندي اما لا سمعي ام وليد لازم تدوقيه من يأذن وتقولي لي لا بنين ولا لا اكيد نفطر بيض نزيد له غير حريره ولا شريبه وانا فطرت <applause> خلي لي شويه رسلي لي شويه التعب يعطيك غير شويه ندو غير حبه <تصفيق> <تصفيق> دي دي لا لا واش بقى في المرميطه قديها ديها ايا صاي هذا حقي وهذاك حقك الله يسلمك ربي يحفظك ميرسي بوكو ضيفتنا الكريمة سنحط بعد قليل على كوكب الارض قائدة الرحلة ام وليد وكل الطاقم يتمنون ان تكوني قد استمتعت بهذه الرحلة الى اللقاء. دوك انا شوفي يعني فرحانة بزاف كي جيتي لعندي حتى انا كانت قسرة بزاف شابة وحلوة شكرا كما انت يعني ربي يخليك ربي يحفظك وشكرا على الاستضافة وتعلمت سلاج جديد رايح نديروه سييها اه سييه لازم تسييه؟ فعي. ونعاود نرجعك من الحانوت اللي جبتك من عنده وين خليتي اوكي هاكا الصبري غير <تضح> اللي <يا خاتلي>. خاصني <تضح> نحي طابلية نحي <تضح> يعطيكم الصحة الله يسلمك ربي يحفظك نساش تليفونك هذاك ما ننساهش اه لازم هذاك ما ننساهش نرجع من عندي دي زوج طابليطات تاع الشوكو صول اه وين راهم هكا باش كي تفطري آمورك وين حبيتي رفدي طابليه وين نعطيك حاجة حلوة تهديها معك آه شكرا وملاقاة الخير إن شاء الله ندي زوج كيما حبيتي دي ثلاثة <applause> أيا ندي زوج معليش أيا ندي ودي راح نخلي <applause> 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 لي كيب تاني هما تاني ياكلوا يو <applause> 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 أيا بسلامة باي <applause> باي